طيب نستكمل كمان مرة بعد ما انقطعت الكهرباء. احنا قلنا هنا بنحكي عن الايدنتيتي. لاحظوا كيف يا جماعة بنضيف قيدين مع بعض الآن. حذفت الجدول أنا، برجع أنشئه كمان مرة، لكن الاي دي الآن بدي أقول له في عندك كونسترينتس اسمه برايمري كي على الإمبريي، بعدين اسمه برايمري كي بين قوسين على مين؟ على الحقل اللي اسمه اي دي، هي على نفس الحقل هذا. الان في عندي كمان شغله اللي هي ايش بدي اياها؟ ايدنتيتي. الايدنتيتي هذه بطلب منك معلومتين. ايدنتيتي ليش اكون كتبها غلط؟ ايدنتيتي بالطريقه هذه بطلب منك، بقول لك من وين ابدا انا؟ من وين ابدا؟ يبدا مثلا من 5 فاصلة، قديش مقدار الزياده؟ مقدار الزياده قديش؟ ابدا من 5 ومقدار الزياده. الان لو جيت انشات هذا الجدول، هيو اكزكيوت. طبعا بدك تلاحظ شغله، الحقل اللي عليه ايدنتيتي الان مش مطلوب منك تعبي بيانات فيه. ها مين بده يعبي البيانات؟ هذه الجمله، شايف الايدنتيتي هي لحالها حتعبي. طلع بدليل، لو جيت قلت له سيلكت نجمه، يعني استعرض كل الملفات او السجلات اللي موجوده بداخل الامبلويز، هاي الامبلوي فاضي امبلوي، سيلكت نجمه فروم، نفذ الجملة هذه، ايش قال لي؟ فيش عندك، فاضي، الاي دي فاضي، الفيرست نيم، الفول نيم فاضي، الديت اوف بيرث، الادرس. بدي اعمل جملة اضافة، انسيرت. انتو. هاي الامبلوي. بدي اجي احكي له فاليوز. بين قوسين. طبعا انا حاعطي له العمود الاول، قديش بدي اعطي له؟ بدي اعطي له 1 مثلا. هي فاصلة. بعدين الفول نيم اسمه أحمد علي. بعدين فاصلة، العمود الثاني تاريخ الميلاد بدنا نحط له مثلا بين قوسين اللي هو 1/1/2020 مثلا على سبيل المثال، فاصلة، الأدرس بين قوسين مثلا إنه ساكن في غزة. بنفذ الجملة هذه بس لحالها. الآن تطلعوا كيف؟ لما اجيت انا اضيف على الحقل اللي اسمه ايدنتيتي، بقول لي ايش في عندك؟ ممنوع تضيف على الحقول اللي اسمها ايدنتيتي، انسيرت اون، هي شايفينها كيف؟ الآن بقول لي هنا ايدنتيتي كولوم ان تيبل امبلي كان اونلي بي سبيسيفايد وين كولوم ايش؟ ليستد ان يوزد انسيرت اون. الآن هنا بقول لي ممنوع تضيف هذا الحقل. طيب بما انه ممنوع بدنا نقول بين قوسين نعطي له اسماء الحقول نستثنيها منه. تقول له الفول نيم، لو شلت الواحد دكتور ممكن ينفع من غير ما تحدد اسم الحقول. طيب خلينا نجرب ونشوف اذا هو بفهمها لحاله هيك. هيو قبلها، هذا كلام صحيح. الان هو شو فهم؟ عرف انه الحقل الاول انا ما بدي اياه. طيب ارجع كمان مره استعلم عن البيانات، هي اكزكيوت، طلعوا من وين بدا؟ شايفين؟ بدا من 5، بدا من 5 وقال لي هذا اسمه احمد علي، هذا تاريخ مولوده في 1/1/2020، عنوانه غزه. طيب نضيف كمان واحد يا جماعه، انسيرت امبليز مثلا اسمه بلال، مولود سنه 1990 مثلا، ومولود وين؟ في رفح مثلا على سبيل المثال. ننفذ الجمله هذه، تعالوا نشوف بلال قديش حياخذ الرقم الثاني، اكزكيوت، اعطيني كل البيانات اللي موجوده في الجدول، هي اكزكيوت، قديش اعطاني؟ 6. ليش 6 جابها يا جماعه؟ لانه انا قلت له اول مره ابدا من 5، طيب القيمه الثانيه بقول لي 5+1=6، طب القيمه اللي بعدها 6+1 وهكذا، هيضلوا ماشي عندك. بعد في الحاله هذه الايدنتيتي عاده بنستعملها مع الحقول اللي بتكون برايمري كي، ليش؟ عشان اتاكد انه فيش تكرار عندي. في شيء ايش؟ تكرار عندي. واضحه هذه شباب؟ طيب نيجي لموضوع الريفرنسز. موضوع الريفرنسز بده جدولين، بده جدول برودكت وبده جدول ايش؟
الكاتيجوري. لو جيت انا طبعا لاحظوا، خلينا اشوف في قاعدة بيانات عندنا جاهزة، في على الموديل بدك تنزل حاجة، شايفين هذه قاعدة بيانات للتمارين، تنزل النورث ويند والبابس والسيلز. احنا هنستعمل النورث ويند مبدئيا. الان اطلع معي، في عندي هاي الداتابيس سامبل، هاي النورث ويند بدي افكها، افك الضغط تبعها، هيها جوا المجلد عبارة عن ايش هذا الملف؟ ملف SQL سيرفر. هي ايش قال لك نوعه؟ SQL سيرفر كويري. اضغط عليه دبل كليك هيفتح لك اياه جنب هذا. هذا الملف عبارة عن داتابيز جاهزة فيها كل شيء، هو اللي رايحين نستعمله في SQL عندنا. طب كيف انشئه هذا يا شباب؟ بس اضغط على هذا، مش انا فتحته هنا، اضغط هنا. الان بياخذ شوية وقت بس عشان ينشئ. لاحظ كيف؟ هي قال لك كويري executed successfully. بنيجي على الداتابيز بعمل له ريفرش، اصبح في عندي حاجه جديده هنا، داتابيز اسمها نورث ويند. هذه فيها مجموعه من الجداول، طلع فيها كاتيجوريز، فيها كاستمر، فيها امبلويز، فيها ايش. طيب كيف بدي اعرف العلاقات بين الجداول؟ في عندك هنا حاجه بنسميها داتابيز دايجرام، هي شبيهه في الاي ار موديل تبعتك. طيب الان انا بدي انشئ واحد جديد مثلا، هي بدي اقول له نيو دايجرام، بس بدي اجيب الجدولين اللي هم الكاتيجوريز، هي بدي اقول له اد، وبدي اقول له المنتجات البرودكتس اقول له اد، هي واقول له كلوز. طلع شو قال لي هنا؟ اجى قال لي في علاقه بين الكاتيجوري وبين مين؟ البرودكت، بين الكاتيجوري وبين البرودكت. المفتاح هنا هيو، طلع كيف؟ يعني البرايمري كي هيو ماخذه من هنا، وين مودي؟ مودي فورين كي هنا، حتى بدليل انه ايش حاطط هنا؟ علامة المالا نهاية، هي العلاقة 1 to many، 1 to many العلاقة هنا. طيب هذه العلاقة موجودة، هي هنا موجودة. طيب أنا مش هستفيد منها، خلينا نرجع على الجدول تبعنا، ناخذ نفس الجداول هذه مثلا على سبيل المثال. طيب خلينا نرجع هنا، ممكن هذا طبعا الدايجرام اخزنه ونسميه دايجرام واحد عشان تضل العلاقات محفوظه عندنا، مفترض تضل موجود عندك. سكرته هذا، خلص هذا بطل يلزمني بعد ما انشات الداتابيز، بطل يلزمني. طيب حنيجي هنا الان عشان ابني الفورن كي بيلزمني جدولين، شو بدي اعمل؟ هاي كرييت تيبل، اول واحد اسمه كاتيجوري، هاي كاتيجوري، ايش الحقول اللي موجوده بداخله؟ بدي اعمل cat underscore id مثلا على سبيل المثال، او id مباشرة من نوع integer، وبدي اقول له هذا primary key. طبعا انا الطريقة اللي انا بفضلها، بفضلش استعمل الطريقة هذه، انا بفضل الطريقة هذه مثلا integer وبعدين category، مثلا نقول له category name ماشي، او بسموها description. خلينا نسميها النيم بار شار، اللي هو الوصف تاع المنتج هذا ايش نوعه، خلينا نقول 30، وبعدين في الاخير بدي اقول له هنا constraint، بدي اضيف constraint. طبعا هنا ممكن اضيفه نطنل، نطنل عاده بنكتبها زي هيك بدون اسم يا جماعه، الكونسترينت لازم يكون في عندي برايمري كي هنا تابع لمين؟ للكاتيجوري، برايمري كي على اي حقل؟ الحقل اللي اسمه اي دي. بس خلصنا، هي الجدول الاول عمل له انشاء. طبعا انا مجبر هنا لازم يكون عندي برايمري كي يا شباب، ليش؟ عشان هذا الحقل بدي استعمله كفورين كي، وين بدي اشر عليه من جدول ثاني، يبقى لازم اجهزه انه برايمري كي. هي واحد. طيب الان بدي اعمل جدول ثاني اسمه كرييت تيبل البرودكتس،
المنتجات يعني. وضعت انا مثلا البرودكت نمبر نمبر بزبطش معي هنا الاي دي برودكت نمبر مثلا بده يكون انتجر كمان ممكن نحط برودكت نيم هاي كمان مثلا خلينا نحط 50 الكوانتيتي الكمية يعني قديش موجودة في المخزن منه هذا البرودكت حتكون انتجر كمان طبعا هذه لازم تكون نوت نل مثلا المين برضو ممنوع يكون نوت نل ممكن يكون في عنا ايش سعر البرايس ايضا سعر المنتج هذا بنحطه فلوت بين قوسين مثلا 8.2 يعني حيكون في عندي رقمين بعد الفاصلة العشرية مثلا على سبيل المثال دكتور رقم المنتج ماله هذا لازم يكون برايمري كي صح؟ لسه انا ما ضفتش ال تمام ما ضفتش الهاد هاي ماشي انا قاعد بركب في الحقول الان بدي اجي هنا طيب بدي اجي هنا خلصت مثلا الحقول بدي اجي اقول constraint اللي هو بدعمل البرايمري كي هذا constraint مثلا برايمري كي لمين للحقل الجدول اللي اسمه products هيو برايمري هاي كي بين قوسين مين هو الحقل اللي بدك اياه برايمري كي بدي هذا بس لحاله هذا هو طيب الان في عندي فورين كي في عندي فورين كي الفورين كي طبعا قلت لك انا الطريقه المفضله عنا انه نستعمل ايش بعد اخر عمود نذكر كل القيود اللي تبعتنا خلصت القيد الاول برايمري كي الان نكتب قيد ثاني constraint شو اسمه فورين كي طيب هذا من وين جاي الفورين كي هذا موجود في البرودكتس اللي هو اسم الجدول هذا طلع بحط اسم الجدول عدد برودكتس اندرسكور على مين بيأشر؟ بيأشر على الجدول هذا بيأشر على مين؟ على الجدول هذا هاي كاتيجوري واضح كيف التسمية بنسميها؟ فورين كي موجود في الجدول اللي اسمه برودكتس بيأشر على الجدول اسمه ايش؟ كاتيجوري طيب ايش بدنا نكتب هنا يا جماعة؟ بدنا نكتب فورين كي طيب الفورين كي هذا ماله؟ تقول لي references من اي جدول طبعا فورين كي على اي حقل هم على اي حقل نقول له انا مش ضايف الحقل طبعا انا بدي مين كمان هنا مش انا ضفت رقم المنتج والنيم والكوانتيتي الان بدي الكاتيجوري cat underscore id اللي هو integer فاصله الان هذا العمود بده يكون عباره عن ايش حقل فورين كي هي حقل فورين كي من وين بيأشر يا جماعه ريفرنسز من وين من الجدول هذا تبعي من الجدول كاتيجوري طيب على اي عمود بيأشر شو اسمه عنده هو هنا البرايمري كي هي اسمه الاي دي واضح هذه شباب خلينا نسكر هذه هيك عشان نشوفها كلها هي الآن في الجدول تاع المنتجات create table products في عندك هنا product number اللي هو الرقم المتسلسل تبعه طبعا هنا ممكن تحط له identity كمان بيمشي الحال النيم الفار تشار 50 نوت نل الكوانتيتي انتجر نوت نل ايضا البرايس دبل لازم يكون عندي هنا ايش بين قوسين بالطريقه هذه او فلوت في عندك هنا كات هذا الحقل اللي بده يكون ايش عباره عن فورين كي طبعا لازم يكون نوعه من نفس نوع الحقل اللي موجود هنا يا جماعه لازم يكون متوافق معه الان نبدا نحط كل الحقول اللي موجوده عندنا اللي هي القيود كونسترينت عرفت البرايمري كي الان نيجي للفورين كي فورين كي كيف بتعرفه كونسترينت اسمه
فورين كي العمود هذا اللي بدي اياه ريفرنسز من وين؟ من الكاتيجوري اي دي. الان خلصت هنا بعلم عليه الجدول هذا كله وبقول له انشئ لي. في عندنا في اللاين 123 هذا في عندي مشكله صديق بالنوع البيانات هذا float. طيب float هيك قبلها لحاله. خلينا نشوف ليش قصة 8 والاثنين هذه. ها execute. ايش قال لي هنا؟ completed successfully. خلينا نرجع نشوف القائمة هذه اللي موجودة عندي اثبتها هنا. الDB1 هاي التابلز. هاي في تابل اسمه category. لاحظ ايش في عندي هنا؟ في عندي بس البرايمر كي اللي انا انشاته. في عندي جدول ثاني اسمه برودكتس هيو. في عندك الكولوم طلع كيف اعطاك عند الكاتيجوري اي دي اعطاك مفتاح لون رمادي. مفتاح اللون الرمادي هذا معناته انه فورن كي هيو كاتب لك فورن كي من نوع انتجر بيقبل نل، شايفين كيف؟ لكن هنا البرايمر كي ما بيقبلش نل، نط نل. خلينا نشوف الكي، هي اعطاني الكي الاول والكي الثاني هي الفورن كي. واضح يا جماعه؟ واضحه كيف عمليه انشاء الكاتيجوري؟ هذه هي او الفورن كي قلت لك كونسترينز بنحطه بعدين اسمه بعدين فورن كي بعدين كاتيجوري اي دي بعدين ريفرنس. طبعا في عندي عده طرق، انا اعطيتك الطريقه الكامله هذه. طبعا انا ممكن انشئه من خلال الطريقه هذه على مستوى العمود، يعني باجي بحكي على البرودكتس كاتيجوري اي دي اللي هو سميته كات اي دي عندي انا انتجر، لازم يكون النوع هذا متوافق مع مين؟ مع الحقل اللي موجود في الكاتيجوري. انتجر انتجر لازم يكون. ممكن تكتب مباشره من هنا ريفرنس من وين جاي؟ من جدول اسمه كاتيجوريز بين قوسين مين هو العمود. هذه الطريقه المختصره اللي هي بدون اسم. هذه الطريقه المختصره بدون اسم. بدنا اسم تيجي جنب العمود هنا كونسترينت هيو اسمه ريفرنسز كمان. طلعوا كيف؟ بستغني عن مين؟ بقدر استغني عن هذه، هيها بدل كلمة فورن كي هذه بقدر استغني عنها، ليش؟ لأنه أنا واقف على العمود نفسه، واقف جنب العمود أو الحقل اللي أنا بضيف عليه قيود. الآن هيو قال لي ريفرنسز جاي من الجدول هذا من الحقل هذا، الطريقة الكاملة هيها ألتر، هذا في حالة بيقول لي لو أنت نسيت بس أنا بعد إنشاء الجدول، ألتر تيبل برودكت آد كونسترينت فورن كي هي اسمه فورن كي على مين الحقل ريفرنسز من وين جاي من الجدول هذا من العمود هذا. واضح؟ وبامكاني انشئها بالطريقه هذه. انا بفضل الطريقه هذه دائما تتعلموها لان هي افضل والكثير بيستعملوها المبرمجين. واضحه لحد الان شباب؟ لو انا ما بدي القيد هذا ما عاد يلزمني بقول له alter table اسم التيبل drop constraint اسمه انا شو سميته هنا؟ هي لاحظوا الان في عندي كم قيد يا جماعه؟ عندي قيد 2 3 4 هذول الاثنين انا معطيهم اسماء لكن هذول الاثنين مين اللي سماهم؟ الاس كيو ال سيرفر. يعني لاحظوا الان كيف alter table على مين بدي اعدل انا عشان احذف الفورن كي؟ هل بحذف اللي هنا ولا بحذف اللي هنا يا جماعه؟ بحذف اللي في الجدول الثاني، وين مبني الفورن كي؟ يبقى بعدل على جدول البرودكتس، ايش بقول له؟ دروب كونسترينت، شو اسمه؟ هي كونسترينت وباخذ اسمه. بقول له التر تيبل دروب اسم التيبل طبعا برودكتس دروب كونسترينت بعطي له اسمه. الان هيو مش هو كان قبل شويه عباره عن مفتاح هيو موجود عندي هنا، تعالوا نشوف شو بده يصير فيه. اكزكيوت اعمل ريفرش هنا على الكيز شو سوى؟ راح عندي. اعمل ريفرش على الكولوم برضه راح المفتاح اللي كان موجود هنا. طب كيف بدي اضيفه هنا كمان مره؟ التر تيبل برودكتس
ايش بدنا نقول له؟ add نضيف الكونسترينس هذا كله، هذا السطر كله. هلا قلت له alter table products add constraints، هاي اسمه. شو نوعه؟ ممكن اجي اقول له على عدة سطر، على عدة اسطر الامر. add constraints اسمه foreign key على الحقل هذا بدي اياه. من وين جاي؟ reference من الكاتيجوري على الايدي بالطريقة هاي. لو جيت نفذته هذا كمان مرة هيرجع، هاي command بدي اجي على التيبل هذا، على التيبل products واقول له refresh. خلينا نشوف الكولومز. هي رجعت الفورن كي، الكيز كمان هي رجعت معايا، الكونسترينتس لسه لحد الان مش واضح لحد الان شباب. طيب نيجي لليونيك. اليونيك نفس الشيء، يا بكتبها زي النطنل بكتب كلمه يونيك مباشره، او كونسترينت ايميل. ايش بقول له؟ هنا ايش اسم القيد، وبعدين بكتب له يونيك الايميل في الحاله هذه. ماشي يا جماعه؟ وبعمل Alter. خلينا نشوفها مع الموظف. وين جدول الموظف اللي هنا؟ اوكي هيو. طبعا اليونيك هعمل دروب في الاول للجدول. برايمري كي ايدنتيتي فول نيم. في حاجه جديده بدنا نضيفها هنا، بدنا نضيف الايميل للموظف اللي هو بيكون فارتشار مثلا 30. ممنوع يكون اكثر من 30، يعني فيش ايميل طوله اكثر من 30. الان ممكن انت تكتب يونيك مباشره هان بس بالطريقه هاي، هذا كلام صحيح واضح، هذه الطريقه الاولى. في طريقه ثانيه لا، انا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل فاصله او اكتب هنا مباشره على نفس العمود constraint اسمه. شو اسمه؟ احنا قلنا يونيك يوكي اندرسكور ايميل. طيب شو نوع اليونيك؟ هيو على اي حقل؟ على هذا بالطريقه هذه. هذه الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه لا، انا بدي اجي هنا قلنا بعد اخر عمود بكتب constraint اسم الكونسترينت يونيك على اي حقل. ممكن هذا كمان البرايمري كي كمان نجيبه تحت هنا بالطريقه هذه. هاي فاصله. اذا حصير عندي هنا constraint اسمه نوعه على اي حقل بدك اياه. طب هل ممكن يكون عندي اليونيك على اكثر من حقل؟ ممكن اضيف الايميل مع مين؟ مع الاي دي. لانه ممكن يكون عندي ايش هنا؟ هي ايميل فاصله مع الاي دي، بدي اياهم الاثنين مع بعض. لكن هو بس على الايميل عندي. الان لو جيت عملت له انشاء، هاي اكزكيوت، وخليني اعمل ريفرش لكل التيبلز اللي هنا. هاي الامبلويز، تعال نشوف الاعمده شو صار فيها. الان هاي الايميل ما اعطانيش حاجه، لكن تعال على القيود الان. هاي تعال على الكيز، شو اعطاك؟ اعطاك كي باللون الازرق ومقلوب، هذا معناته انه يونيك على مين؟ على الايميل. لاحظ من اسمه يونيك ايميل عرفته عن الحقل ايش؟ على الحقل الايميل. لكن في الاعمده هنا مش مبينه عندي، هنا مش مبين انه في عندي ايش؟ كونسترينس اسمه يونيك. واضحه يا جماعه كيف الطرق اللي انشات فيها اليونيك؟ يعني عندك حوالي، انت ممكن تنشئ مع العمود مباشره بدون اسم، مع العمود مباشره الاسم. الطريقه الثانيه اكتب على بعد ما اخلص كل الاعمده اكتبهم بالطريقه هذه، معظمهم بفضلوا الطريقه هذه. او باجي بكتب، يعني لاحظوا كيف بدي اعمل، بدي امسح الكونسترينس اليونيك، الثر تيبل اللي هو الامبلوي. شو بدي اقول له؟ دروب كونسترينت، هيو اسمه دروب كونسترينت واسمه بالطريقه هذه. تعال نمسحه، هاي اكزكيوت. الان خلينا نعمل ريفرش على الكي هنا مثلا، راح هذا. طب كيف بدي اضيفه انا بعد ما نسيته يا جماعه؟ بعد ما انشات الجدول الالتر تيبل الامبلوي، ايش بدنا نقول له؟ اد constraint، خذ هذه كلها نفس الشيء. alter table اسم التيبل، add constraint اسم الكونسترينت يونيك على اي حقل بدك اياه. الان خلينا نرجع نضيفه هذا.
بالطريقة هذه هي اكزيكيوت. الآن لو رجعنا ريفرش على الكي هي جاب لي اياه تمام. واضحة شباب هذه الديفولت فاليو. الديفولت فاليو احنا حكينا فيها فيها طريقة خاصة شوية هذه في عملية الالتر. لاحظوا كيف يا جماعة ايش بقول له هنا alter table products add constraints اسمه default for price. for price فيها شوية اختلاف. يعني على سبيل المثال لو انا رجعت على جدول خلينا اخزن هذا عشان يظل موجود عندك. ممكن امسح الجدول products في البرايس هنا الديفولت ايش اقول له هنا ديفولت قديش بدك اياه. ممكن اقول له سعره شيكل. ايش يعني سعره شيكل؟ يعني اذا انا ما اعطيت كاش لبرايس قديش تحط هنا. خلينا نجرب هذه خلينا نجرب يعني خلينا ناخذ الجدول هذا و لعندها. طبعا في الاول بدي اعمل دروب دروب تيبل للكاتيجوري. لا الكاتيجوري بلزميش خليه زي ما هو. الكاتيجوري مش همسحه هخليه بس همسح البرودكت. ايوه مسحته. الان شو بدنا نعمل هنا؟ بدنا نعمل جنب البرايس اقول له الديفولت قديش بدنا اياه سعره شيكل مثلا. لو انت ما اعطيتنيش السعر انا هعتبره شيكل. طيب تعالوا الان نشوف البيانات. هيها طبعا انا ممكن اضيف على الجدول تبع هاي ريفرش لكل الداتابيز هاي التيبلز. خليني اضيف على الكاتيجوري هنا. كيف بدي اضيف عليه؟ هاي دبل كليك مثلا اديت طريقه سريعه بدل الانسيرت هنا. طبعا هنا انا مش عامله ايدنتيتي. ممكن اقول له واحد ممكن اقول له ايش مشروبات اثنين عصا مثلا ده العشر دقائق اجبان ماشي ثلاثه مثلا نحط نوع ثاني حلويه. هذه الاصناف اللي موجوده عندنا في الداتابيز. الان خزنت الثلاث انواع هذول خلص بسكرهم. هاي هو لحاله حيخزن. طبعا بدي اجي على البرودكتس هنا شباب. هاي البرودكتس بدي اقول له ايديت توب 200 المنتج الاول هي رقم واحد اسمه مثلا كولا نوعه ايش الكميه قديش عندنا في المخزن مثلا عندنا 10 حبات قديش البرايس. البرايس لاحظوا بدي اسيبه فاضي. الان الكاتيجوري اي دي ايش تصنيفه يا شباب؟ بدنا نحط يا واحد يا اثنين يا ثلاثه. التصنيفات الثلاثه اللي موجوده عندنا كان رقم واحد مشروبات صح؟ هي سبته هون. اطلع منه قديش حط في البرايس يا شباب هنا؟ حط لي واحد. طب من وين اجت الواحد هذه؟ اجت من خلال الديفولت فاليو. إذا أنت تركت القيمة فارغة لحاله هو بضيفه. طب تعالوا نشوف قيمة ثانية. لو أنا جيت قلت له اثنين عندنا الصنف الثاني عندنا مثلا جبنة كي مثلا هيها. لو جيت قلت له أنا هنا عندنا الكمية عندنا 20 البرايس مثلا 10 شيكل الكاتيجوري أي دي مثلا اللي هي 2 اطلع منها قديش السعر هنا؟ السعر اللي أنت حددته 10 شيكل بياخده. لكن اذا انت لم تحدد السعر هو لحاله بحط واحد. هذه هي ايش فكره الديفولت فاليو. واضحه شباب؟ طبعا انا ممكن اضيف الديفولت فاليو من خلال يعني ممكن انا اعدل عليها يعني اجي التر تيبل هيها الديفولت فاليو انا ما بدي اياها واحد بدي اياها تصير قديش انا مثلا تصير 5 شيكل. نقول له التر تيبل شو اسمه برودكتس هاي. وايش بدي اقول له هنا؟ نفس الطريقه هنا نفس ما هو بحكي لي اد كونسترينتس الديفولت فاليو 4 بس بدك تحكي له هنا. طب خليني امسح الجدول هذا كمان مره. هاي دروب بدي اشيل الديفولت فاليو هذه ما بدي اياها عشان نضيفها اضافه. هيها من هين
execute. أنا نسيت أضيف الديفولت فاليو. كيف نضيفها؟ alter table products add constraint. شو اسم الconstraint؟ مثلا default value هي def underscore لمين؟ للبرايس. ايش بدك انت هنا تضيف؟ نقول له default. قديش الديفولت عنا؟ نخليها 5 شيكل. فور مين؟ بدناش احط بين قوسين الان، نقول له فور برايس. بالطريقة هاي فور برايس. برايس مين؟ اللي هو اسم العمود هذا. هلا لو جينا شغلنا هذه، هي قال لي completed successfully. الان لو اجيت انا كمان مره في البرودكتس بدي اضيف بيانات، هي edit. لاحظوا كيف هي العمود الاول. الاسم مثلا هي كولا، مثلا على سبيل المثال هي الكوانتيتي قديش عندك الكميه في المخزن عندنا 10. البرايس بدي اسيبه فاضي. الكاتيجوري تصنيفه نوع مشروبات هذا. بيطلع هنا قديش حط السعر؟ حط السعر 5. واضحه هذه يا شباب؟ واضحه؟ طبعا هنا alter table ايش بتقول له هنا؟ برضه في عمليه الحذف تبعتها مختلفه. alter table products alter column price drop default. لاحظين كيف؟ عمليه انه امسح القيد هنا هيها بالطريقه هذه مختلفه شوي. بدك تلاحظ النطنل alter table النطنل والديفولت فيهم شويه اختلافات. alter table products alter column price drop default، امسح لي الديفولت اللي موجود عندك. بس الان طبعا لاحظوا، بس قبل ما نحذف احنا لو اجينا على البرودكت سي ريفرش، فتحته وجيت هنا، هل بين البرايس انه في عليه ديفولت فاليو؟ لا. لو اجينا على الكونسترينتس ايش قال لي؟ هاي في الكونسترينتس بين في عندك ديف اندرسكور برايس، اضغط عليها دبل كليك ما جابش حاجه، هنا حيضلوا موجودين. طيب خلينا نمسحه احنا من هنا. هاي اكزكيوت دروب incorrect syntax here default alter column. احنا نسمينه product هنا، لا product هنا. أعطاني مشكلة طبعا هنا. يقول السينتكس خطأ هنا. ممكن أنتم في الحالة هذه يا جماعة ممكن أي خطأ أنا مثلا مش عارف شو، ممكن يكون في اختلافات عشان أنا كنت شغال على نسخ جديدة مثلا. هاي جوجل يجي تقول له أنت دروب default constraints in SQL Server. خلينا نشوف هذا. طيب alter table alter column set drop default. نفس الطريقة اللي احنا كاتبينها. بس خلينا اكتب هنا SQL Server 2014، ممكن يكون في اختلاف، هذه النسخ الجديدة. Alter table. خلينا نشوف موقع مايكروسوفت الرسمي هذا. هذه طريقة ثانية أنا ما بدي أستعملها. هذه عبارة عن function drop default if exist.
طيب خلونا بدناش نوقف عندها بس عشان نكمل المحاضرة. بشوف لكم اياها هذه، مش مشكلة. خليني بجربها انا بشوفها. بعد الديفولت فاليو في التشيك. التشيك هذه بس تفحص القيمه، زي ما قلنا اذا كنت بدي العمر انا يكون اكبر من 18، جنب العمود تكتب تشيك بين قوسين الايج بالطريقه هذه، او تكتب كونسترينز اسم الكونسترينز بعدين بتقول تشيك بالطريقه هذه. واضح يا جماعه؟ انتر تيبل اد كونسترينز تشيك بالطريقه هذه كمان وندروب. طيب خلينا نشوف التشيك هذه، خلينا نجربها مع جدول الموظفين. جدول الموظفين وين هيو؟ هاي دروب، خلينا نجيب هذا. خلاص هذه بس نتذكرها عشان ايش نعملها مراجعة. هاي جدول الموظفين ما عاد بدي اياه، ممكن بدنا نضيف هنا حقل جديد اسمه ايج من نوع انتجر، وبدي احكي له هنا متبقي دقيقة واحدة يا شباب، عدوا فصل النت، عدوا فصل الاتصال، نعمل اتصال ثاني تشيك. بدي اقول له ايش؟ الايج اكبر من قديش؟ من 18. في الحالة هذه أنا ضفت قيد جديد، أو بتكتب constraint اسمه مثلا check underscore age بالطريقة هذه. واضح يا جماعة؟ أو بناخذ هذا السطر كله، وين بده يكون؟ بده يكون على هنا اللي هو ايش؟ بدا تحت هنا. طيب خليني أفصل الشير وأرجع كمان مرة شير الأخير.